السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى نستكمل مراجعة النحو للمرحلة الإعدادية. بإذن الله درس اليوم ظن وأخواتها، وهي من أفعال القلوب ومن جزئية النواسخ. النواسخ هي كان وأخواتها، إن وأخواتها، والنواسخ بمعنى التي تقوم بالتغيير. فكما عرفنا أن قبل كان نجد مبتدأ وخبر، ولكن عند ظهور كان نجد الآتي: يختفي مسمى اسم كان، ويختفي مسمى المبتدأ والخبر، ونجد اسم كان وخبر كان. أيضا إن وأخواته، وأيضا أفعال القلوب. فأفعال القلوب يا أولادي، كما نعلم أن الجملة الفعلية هي فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، تمام؟ فأنت عندما تقول الولد جميل، الولد جميل، هذه الجملة عبارة عن مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، تمام؟ عندما نقوم بإدخال ظن نقول ظن الرجل الولد جميلا. ركز معي على الولد بالفتح وجميلا بالفتح. كان قبل سابق في الجملة السابقة كنا نقول الولد جميل مبتدأ وخبر، ولكن بدخول ظن أصبحنا نجد مفعول أول ومفعول ثاني منصوب بالفتحة. نعود سريعا ونقول لكم إن ظن وأخواتها من أفعال القلوب، وأفعال ليست مادية لأنها مرتبطة بالاعتقاد وبالأشياء القلبية، تمام؟ فنريد أن نفرق بينها وبين الأشياء التي ترتبط بالحواس والأشياء المادية. فالأفعال نقول هنا أمثلة لأفعال الحواس، نقصد بها أي ليست من عائلة الظن، أي ليست من أفعال القلوب. وكما نعرف الحواس: تذوقت، لمست، وشممت، وسمعت، ورأيت. رأيت مدرستي، رأيت أنا مدرستي، تمام؟ مدرستي مفعول به، لا يوجد مفعول ثاني لأنها ليست من عائلة الظن. وشم الولد الوردة، 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 يبقى شم الولد الوردة، شم الولد الوردة، ليست من عائلة الظن. فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول. ظن نجد مفعولان، مفعول أول مفعول ثاني، مفعول أول مفعول ثاني. تذوق الطباخ الطعام، فعل وفعل ومفعول، لا يوجد مفعول أول ومفعول ثاني، هو فعل ومفعول فقط واحد، مفعول واحد فقط، ليست من عائلة الظن. تذوق. سمع الولد القرآن الكريم، سمع فعل وفاعل ومفعول، والكريم صفة. لمس الطبيب جرح المريض، لمس الطبيب الجرح، تمام؟ لمس فعل والطبيب فاعل والجرح مفعول أول، أو جرح هنا مفعول أول والمريض مضاف إليه، تمام؟ يبقى مفيش مفعول ثاني. ليه؟ لأنها ليست من عائلة الظن.
تذكر معي قبل دخول ظن، قلنا نقول الصبر جميل، الصبر جميل، الصبر مبتدأ وجميل خبر، لكن بعد ظن تختلف الأمور. نقول مثلا ظن الولد فعل وفعل، الصبر جميلا، الصبر جميلا. وهناك أمثلة: إني أظنك يا فرعون مثبورا، المثبور هو الهالك، يظن الولد فرعون مثبورا. تمام، يبقى هنا في مفعولين. الجملة اللي هي بتاعت النداء ومثبورا، هنا ده واحد منهم مفعول أول والآخر مفعول ثاني. رأيت الصبر محمودا، الصبر محمودا، الصبر مفعول أول ومحمودا مفعول ثاني. علمت الصبر جميلا، أيضا الصبر مفعول أول وده مفعول ثاني. هنا لما نقول رأيت شريف، رأيت شريفا، ولد اسمه شريف أو رجل، هذا فعل واحد، فهذه رأى البصرية وليست رأى التابعة لعائلة ظن. إنهم يرونه بعيدا، أي يرى المجرم يوم القيامة بعيدا، فيرى هنا رأى القلبية وليست البصرية، والمجرم فاعل، ويوم هنا مثلا مفعول أول، وبعيدا مفعول ثاني. يرى الكسول الامتحان بعيدا، الامتحان مفعول أول وبعيدا مفعول ثاني. ويرى فعل والنشيط فاعل، والاختبار قريبا، الاختبار مفعول أول وقريبا مفعول ثاني. لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا الأمر شرا. يبقى الهاء هنا مفعول أول وشرا مفعول ثاني. وركز معي في الجملة القادمة: حسب المحاسب المصروفات. حسب فعل وفاعل ومفعول به، مفعول به منصوب بكسرة لأنه جمع مؤنث، مؤنث سالم. لا يوجد مفعول ثاني لأنه ليس من عائلة ظن، اللي هي حسب. وجد أيضا من عائلة ظن، ظن أو حاسب أو خالة. تذكر ظننتك خليلا، يعني ولد اسمه خليل، ظننتك حسيبا، ولد اسمه حسيب. يبقى هنا ظننت خليلا كأننا نقول ظن، الولد استنى، ظننتك خليل، يبقى ظن الرجل الولد خليلا. تمام، طب هنا ترجمتها ايه؟ ظن في هنا عندك التاء دي تاء الفاعل، والكاف هي المفعول الأول، هو خليل مفعول ثاني. هنا ممكن يجي المفعول الأول ضمير اللي هو هنا الكاف، وأنا برضو ظننته التاء هنا تاء الفاعل، والكاف
هي المفعول الأول، وحسيبا ورجعها للأصل وقول ظن الولد الرجل خليلا، ظن الولد الرجل خليلا، الرجل خليلا، ظن الولد، ظن الولد الرجل حسيبا، يبقى الرجل وحسيبا الاثنين مفعول أول مفعول ثاني. وركز في ممكن يكون المفعول الأول ضمير. زعمتني شيخا نفس الحكاية، زعمت وهنا برضو الضمائر هنا زعمت المرأة الرجل شيخا. زعمتني شيخا ولست بشيخ، زعمت المرأة الرجل شيخا، زعمت المرأة الرجل شيخا. فجعلناه هباء منثورا، جعل الله، جعله الله هباء. الهاء هنا مفعول أول وهباء مفعول ثاني. حول الطباخ العجين خبزا، الطباخ، الطباخ فاعل مرفوع بالضمة، والعجين مفعول أول وخبزا مفعول ثاني. وجد الولد الأب فاعلا للخير، وجد فاعل والولد فاعل والأب فاعلا، والأب مفعولا أول وفاعلا مفعولا ثاني. حول الخباز العجين كعكا، العجين مفعول أول وكعكا مفعول ثاني. وإن شاء الله ستجد في الاختبار سيقول لك ضع فعلا من أفعال القلوب، ممكن يجيب لك اختياري أو يأتي بجملة مبتدأ وخبر ويقول لك غير ما يلزم مستخدما أفعال القلوب، أو تأتي إعراب، أو يأتي على حالة إعرابية قطعة ويقول لك أعرب ويكون الإعراب مفعول أول أو مفعول ثاني. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.